حنا باقيين تحت الصدمه، ولكن الفرحه راه كاينه لداخل. حنا داكشي اللي داز علينا راه ربي اللي عالم به. الوالدين ضروري غادي يفرحوا، حيت ملي كنا كنعيطوا لهم في ديزابيل فيديو كيشوفونا كيفاش كنعانيو وكيسمعوا الصوت ديال الصواريخ والقصف الروسي، راه ضروري كانوا عايشين واحد الرعب. دونك ملي كيشوفوك جيتي راه ضروري تيفرحوا، حاجه طبيعيه. مساكن كان تضامن كبير بين المغاربه، وكانت عنصريه كثيره بين الدول. فحال مثلا كتلقى افارقه تيضربوا لك مغاربه باش يطلعوا هما، ولكن المغاربه كانوا تضامنوا مع بعضياتهم، والحمد لله هادشي اللي بغينا. حنا بغينا نبقاو ديما متضامنين مع بعضياتنا وما نفوتو حتى شي واحد، وكنتمنى كاع الدراري اللي حاصلين ان شاء الله في الديار الاوكرانيه ان شاء الله يتفكوا ويجيو بخير وعلى خير لبلادهم ان شاء الله، ونتهناو عليهم. الاغلبيه خواه، راه كاين القصف، ودابا بنادم ما يقدرش يكون مريح جالس في الدار ديالو مرتاح، كلشي تيمشي للملاجئ حيت كاينه خطوره كبيره على السكان. عشنا في الخلعه، في التلفه، ما عارفينش شنو نديرو. داكشي وقع على غفله، جينا خلينا حوايجنا، خلينا ديورنا، خلينا كلشي. كتخرج كتسمع تفرقيع، ما عرفتيش اصلا من جاي، ما عرفتيش امتى فين غادي تكون القنبله الجايه، ما عرفتيش. في المدينه في الصباح مفيقينا بصوت التفرقيع مع الخمسه ديال الصباح، خمسه وشي حاجه كنفيقوا، كيعيطوا عليا البنات، الو واش سمعتي؟ اه انا سمعت. تخلعنا ما عرفناش شنو نديرو. ديك الساعه كانت طرو طاغ ديجا، المطارات سدو، كلشي سد، ديكو كتحس براسك حاصل فواحد البلاصه اللي ما عرفتيش شنو غادي يزيد يوقع فيها. تجمعنا في دار، تخبينا، شرينا ماكله، قلنا زعما غنجلسوا نتخباو، ولكن من بعد كنشوفوا الاوضاع كتزيد تخياب، ولا ما خرجناش دابا تقدر عمر ما تكون عندنا فرصه نرجعوا للمغرب. ديكو شدينا واحد الطران اللي جينا فيه واقفين 16 ساعه، وصلنا حتى عند الحدود، تمشينا 20 كيلومتر على رجلينا، تسدينا 11 ساعه في البرد في الحدود، ما كان حتى شي واحد اللي دخلنا ولا اللي عاوننا. بقينا تما مدافعين مضاربين باش ندخلوا الحدود الرومانية، ولكن الحمد لله من ورا ما دخلنا صافي. كنعيطوا على السفاره ما كانوش كيجاوبوا، عيطنا على الارقام الخضراء ما كانوش كيجاوبوا. بغينا غير نقولوا لهم كتجاوبنا واحد النمره، ولكن كنقولوا لهم راه حنا فينا البرد، راه حنا واحلين، راه حنا ما بقيناش قادين، راه هذا كنشكيو وكنبكيو عليهم، ولكن مع الاسف ما كانش جواب. هذه الهضره ما كايناش. الاوكرانيين حتى هما زعما شعب اللي ماشي غاسيست، حنا وياهم زعما عادي كنا عايشين بخير. جات هذه الحرب جات على كل شيء، جات علينا حنا وياهم، غير حنا كنحمد الله زعما عندنا المغرب نرجعوا ليه، هما مساكن راه ما عندهمش فين يمشيو. اللي عندهم فيهم الفلوس راه مشاو للحدود، مشاو لدول اخرى. اللي ما عندهمش راه مساكن جالسين تما مازال لحد الان واحلين. كاين اللي سالت ليه الماكله، كاين اللي مات ليه شي واحد، كاين بزاف د الحوايج. والله الا كندعي مع دوك الناس مساكن، الله يسهل عليهم، الله يسهل عليهم ان شاء الله، تسالي هذا ان شاء الله هادشي هذا كامل يسالي. خلاص الحمد لله على سلامتكم، شكرا، الله يسلمك. انا كنت واجد في المغرب، ولكن انايا كنت كنقرا في اوكرانيا. جيت في شهر 3، جيت في شهر 2 بليتو، جيت لهنايا تفاجأت بأن هناك الحرب. بغيت غنوجه رسالة للسلطات المغربية واش يلقاو معنا شي حل. بالنسبة لنا حنايا عام السادس ديالنا في أوكرانيا وسالينا قرايتنا، كنبقى لنا شهر غندوزو الامتحان الكبير اللي كيسميوه الكروك. بغينا نعرفوا واش غيلقاو معنا شي حل ولا ضاعت لنا 6 سنين من حياتنا هكا، مشات لنا حياتنا كاملة، غنوليو أزيرو حنا دي فارماسيان، دي فيشيغ فارماسيان إن شاء الله. منين ضاعت لنا في أوكرانيا، بغينا نلقاو معنا الحل أوموان نكملو دوزيام سيمستر ديال سيزيام أني هنايا في المغرب، يكون حل مزيان بعدا وما نضيعوش في رزقنا ورزق والدينا اللي ضاعت، راه ما ساهلاش، راه كتقام عندنا تقريبا 12 مليون العام لينا والوالدين. الموضوع مطروح اكثر من هذا الشيء اللي دابا كاين. كاين ناس هنا اللي جاوا بريمير دوزيام اني، حنا راه كملنا تقريبا، كنبقى لنا شهر، كان لو ان سيس كان يكون عندنا اكزام فينال. احنا دابا واحدين غنشوفوا ان شاء الله يكون يلقاو معنا غير الحل، ندوزو غير اكزام هنايا ديستونس ولا يكملوا لينا الدوزيام سيمستر ديال سيزيام اني هنا في المغرب، يكون ما احسن، ما نضيعوش بعدا في حياتنا، ويكون ربي يدير ربي خير ان شاء الله. اخويا الصراحه بالنسبه لي انا ما كانش شي ضغط، انا مشيت ما كانش القاضي دونجور فاش مشيت صافي، مع بدا داك الشيء مشيت لمالدوفيا، من مالدوفيا رومانيا، وجيت الحمد لله بخير. والصراحه كنا ناعسين، كلشي فاق مع 5 الصباح، تسمعت واحد القنبوله. والمهم كاين اللي بغى يبقى جالس واللي زرب على راسه راه مشى بخير، من الناس الاولين اللي مشاو ما لقيتش المشاكل. انا مشيت بالزربه مع بدا داك الشيء مشيت صافي، ما لقيت حتى مشكل، دخلت بخير.